عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد بعد الأمطار غزية جينا لكم واد ديال الشفشاو. إذا نزلت عاصفة رعدية البارح واليوم كما كتشوفوا واد جاب السيول والفيضان. لعليكم وتبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 300K. حاليا كنتواجدوا شفشاو، خرجة ممتعة. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا هذا واد بعد الامطار غزيرة، اللهم بارك. هذا الماء تزاد تبارك الله، اللهم بارك. ها انتم اخوتي الواد ديال شفشاو، اكبر واد شفشاو، اللهم بارك. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا، اللهم بارك. هذا واد شفشاو، شوف شوفوا تبارك الله. زيد زيد اسيدي، زيد اسيدي ربي، زيد لينا، اللهم بارك. ها فين كتواجدوا، سبحان الله، واد شفشاو بعد الامطار غزيره. شوف السيول خاص في هذا المكان، داس البارح عاصفة رعدية في هذا الواد، اللهم بارك. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، النعمة يا سيدي ربي، نتمنى بزاف ما يزلق. شوفوا الواد تبارك الله، شوفوا الواد، شوفوا الواد تبارك الله كيدير، واو 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 واو، اللهم بارك. شوف شوف الواد، شوف واو، اللهم بارك. هذا السيول والفيضان ديال شفشاو. اليوم 14/12/2023، ها النتيجة ديال الأمطار غزيرة اللي دازت في شفشاو البارح. الماء بحال نقرا عند هاد البلاصة خوتي، نقي واخا يكون الفيضان والسيول كيجي الماء بحال هكا. ها حيت هاد البلاصة كلها الطراب ديالها في شكل، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوفوا الماء بحال نقرا، اللهم بارك. شوفوا الاخوان الطبيعة، شوف شوفوا الجبولة كيديرين، شوف شوف تبارك الله، شوف ها السيول، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. غادي ندوز هنا، الله يحضر السلامة ما يزلق بزاف. ها انتم اخوتي الواد كيداير كما كتشوفوا، الواد تبارك الله، اللهم بارك. بعد الامطار غزيره شوف التراب كيديره، شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا الواد، واد شفشاو جاب السيول ديال بصح. شوف شوفوا تبارك الله، شوف الماء بحال نقرا، شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك. شوفوا الخير ديال مولانا، شوفوا شوفوا تبارك الله، سيول الشو. اذا عندكم الشمال كتكون فيه الشتاء تبارك الله، دائما كتكون الشتاء، امطار غزيره كل اسبوع تكون الشتاء، اللهم بارك. شوفوا الواد، شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. غادي ندوز لكم هنا، طريق ماشي سهله، نتمنى بزاف ما يزلق. ها الطريق صعبة جدا، طريق صعبة جدا، الله يكون في العون البيزلاف، الله يكون ليه في العون، حيت الطريق صعبة. إيوا هذا هو واد شفشاون، أكبر واد كما كتشوفوا، الجبل ديالو كيدير، الله يحضر السلامة. إذا القنطرة ديال سيد ربي كاينة الفوق تما، فاش كاينة القنطرة، ونتمنى الإعجاب ديالكم والاشتراك في القناة ديالي. إذا أنا قررت بعد الأمطار غزيرة وعاصفة رعدية اللي هاجمت على شفشاو نشارك معكم هذه البلاصة الرائعة جدا، اللهم بارك. شوفوا الأرض، شوفوا حيت عاصفة رعدية دازت هنا وهاد الطرب كتزلق، تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. فين هو غادي؟ السبيسه فين غادي؟ خلينا نكملوا خدمتنا ونمشيو بحالنا، أو خلينا كاسيت
ها انت سيدي دير خدمتك، نتمناو ليه النجاح. شوفوا الواد قداش، شوفوا تبارك الله، الجنة فوق الأرض. هذا واد شفشاون، شوفوا شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. بونجور. قال لي بزاف بونجور. شوفوا تبارك الله، شوف الكليب، ها هو الكليب النصارى. ثانك يو، شكرا، الله يحفظك. هو بزاف هاد التحربيق وصافي كيحربق، هو ما كيعرف والو. شوفوا الواد، شوفوا الواد قداش، تبارك الله تبارك الله. انتوما اخوتي، ها واش شاول، اللهم بارك. سمعوا الصوت الواد، سمعوا، شوفوا تبارك الله الواد، هاد الواد مجهد ديال بصح. سمعوا سمعوا، واو اللهم بارك. هاي 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 فر عليه ودسي بزاف. اش غادي نقول لكم، الواد رائع جدا، الواد ديال بصح. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، واش شو كاين هاد البلاصه حتى هو تبارك الله. شوف فين هو اخاتي، ابي يسلف فين غادي. شوفوا 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 تبارك الله، شوفوا واو، الماء ديال النقره، الماء الصافيه، الماء رائع جدا. واو 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 واو، اللهم بارك، يا ربي تحفظ بلادنا، يا ربي تحمي هذه البلاد الرائعه جدا. الجنه فوق الارض بعد الامطار غزيره. شوفوا هذا الواد ديال شفشاون، شوفوا تبارك الله، اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. السيول شفشاون، سقوط امطار غزيره خاص البارح شو. ها انتم كما كتشوفوا معنا الفيضان والسيول ديال هاد الواد، شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، النعمه يا سيدي ربي. واو اللهم بارك، عالم اخر، كوكب اخر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، شوفوا شوف تبارك الله، بعد النعمة يا سيدي ربي، ما تخيلوش شحال زوين هنا صراحة، عجبني هذا الخير يا سيدي ربي، جاء من الخنطرة ديال سيدي ربي، وفي نفس الوقت بعد نزول أمطار غزيرة كيتزاد هاد السيول. إذن هاد الماء فيه ديال العين ديال الخنطرة ديال سيدي ربي، وفيه ديال الشتا، حيت ملي كتكون الشتا هاد الماء كيتزاد. إذن هانتوما كتشوفوه تزاد، تبارك الله تبارك الله، بالنعمة ديال سيدي ربي، اللهم بارك، سبحان الله. شوفوا الاخوة، شوفوا سبحان الله، اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله. ما تخيلوش اخوتي، هاد الواد جاب السيول ديال بصح وممتع، ودابا شادين الطريق الى القنطرة ديال سيدي ربي، اللهم بارك. اذا اش غادي نقول لكم، حذاري من التراب راه كتزلق، إذا بزاف كان غادي يزلق قبيلة، على ربي اللي يحفظو. تبارك الله، باش تعرفوا المجهود اللي كنديرو باش نبارطاجيو معاكم الجديد. اللهم بارك، هادشي زوين تبارك الله، بزاف كيتمتع، وهادشي كله على قبلكم. حنا واخا ما نربحو والو في هادشي، إلا نفوجو ونشاركو معاكم بالنعمة ديال سيدي ربي. واد شفشاون، هانتوما اخوتي، ها شوف تبارك الله، شوف اللهم بارك، شوف واو، يا سلام يا سلام يا سلام. شوف هاد الواد تبارك الله، ما تخيلوش شحال زوين،
اذا هذا هو واش شفتو بعد الاطر غزيره خاص شفتو انتم اخوتي كما كتشوفون. واد نتمنى الفيديو يعجبكم، اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والفيديو ديال الشلال اقشور تلقاوه في الوصف، والفيديو ديال القنطره ديال سيد ربيع تلقاوه في الوصف. تحياتي شفشاون المغرب.